اليمن والمغرب بلدان عربية بشكل كانت بالتعاون بعلاقات أخوية وتاريخية وأواصر مشتركة كثيرة جدا. نحن نحرص من خلال العمل الدبلوماسي على تأطير تلك العلاقة. كان لدي لقاء في مفتتح الزيارة مع أخي معالي وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الأخ العزيز ناصر بوريطة، وخلال لقاءاتنا عقدنا جملة من المشاورات السياسية وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية المشتركة وخطة التحرك على مستوى دولي كذلك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. اليمن والمغرب يواجهان ذات التحديات في كثير من الملفات. المملكة المغربية كانت دائما مواقفها داعمة وساندة للحكومة الشرعية اليمنية منذ بداية هذه الأزمة. الموقف المغربي موقف متميز وواضح وداعم منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في أبريل هذا العام. كذلك المغرب كانت من أوائل الدول الداعمة والساندة للقيادة السياسية في اليمن وفي كل المحافل الدولية. تشاورنا حول آخر التطورات السياسية، عبرنا كذلك عن الموقف الثابت للحكومة اليمنية تجاه الوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء، وهذه قضية مهمة بالنسبة لنا دائما نعبر عنها. كذلك عبر لي أخي ناصر عن دعمه والواضح لوحدة وأمن واستقرار اليمن ودعمه للحل السياسي وفقا للمرجعيات السياسية الثلاث، وخاصة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر حوار الوطني الشامل في اليمن والقرارات الدولية ذات العلاقة، لا سيما القرار 2216 كأساس لأي حل سياسي في اليمن. طبعا يعني اعتدنا على 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 هذا الأمر، اعتدنا انه النظام الملالي في إيران الذي الآن يعني كما يشاهد العالم كله كيف يضطهد شعبه، وكيف يعني اصبح يعني هناك صوت قوي داخل في الداخل الإيراني رافض للقبضة الحديدية وللتضييق على حريات الإيرانيين وحرمانهم من حقوقهم العادية واستنزاف مواردهم في 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 ملفات خارجية. إيران طوال الفترة الماضية عانت منها كل شعوب المنطقة، يعني ليس فقط صراع العالم معها في قضية الملف النووي أو في قضية الصواريخ، لكن في أجندات التوسعية. نحن في اليمن أكثر من يستطيع أن يتحدث حول هذا الأمر والدور السلبي. الأشقاء في المغرب تحدثوا في هذا الأمر، ليس 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 وجهة نظر ولكن قناعة قائمة على معطيات وحقائق لتدخل النظام الإيراني ليس فقط في اليمن ولكن حتى في ملفات أخرى، والمغرب تحديدا عانى من هذه المسألة. فالتصريح أعتقد يعني مردود عليه. نحن نشير فقط على النظام الإيراني أن يرجع إلى التقارير الدولية التي تتكلم بالتفصيل عن ممارسات النظام الإيراني في كثير من الملفات، محاولة الاغتيالات للمعارضين حتى في دول أوروبية وغربية. ألبانيا قطعت علاقتها مؤخرا مع إيران نتيجة لتدخلاتها. إيران أما تكون دولة تحترم الدستور وتحترم القوانين الدولية، أو تكون يعني كما تريد أن تصدر الثورة، وهذا سيخلق إشكاليات كبيرة جدا في المنطقة. العربية. الوضع الداخلي الآن في إيران وهذه المحاولة الجديدة من الشعب الإيراني للانعتاق من هذا النظام الإيراني، هل من الممكن أن تشكل مناخا مناسبا يجعل حتى جماعة الحوثي في مفاوضاتها معكم باعتبار تمثلون الشرعية في اليمن، يعني يمكن هل هناك بارقة أمل لهدنة جديدة أولا، خصوصا أن الآن اليمنيين يعني هناك تطلع إلى هدنة جديدة، وهل من مشاورات مع المنتظم الدولي من أجل الضغوط أكبر على جماعة الحوثي للخروج من هذا المأزق خصوصا مسألة الهدنة في اليمن؟ نحن أولا نراهن على يعني إرادة شعبنا وعلى وحدة شعبنا وعلى سقوط المشروع الإيراني في اليمن الذي لمس اليمنيين كل مآسيه، تمثلت لديهم في كثير من المعطيات، المعاناة اليومية. إيران لم تصدر لنا إلا الألغام التي يعاني منها اليمنيين في كل مدينة، إلا الصواريخ البالستية التي تقصف الأطفال،
القناصات المتطورة التي تحاصر الشباب في تعز، إلا الألغام البحرية التي تهدد البحر الأحمر وحولت الحديدة من مدينة كان يفترض في 2018 أن تتحول إلى مناخ آمن، إلى منطقة تهدد اليمنيين وتهدد الجوار وتهدد العالم. لذلك هذا مرتهننا ورهاننا الأول، وعلى دعم أشقائنا في التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين نتشارك معهم المصير الواحد وأشقائنا العرب جميعا. هذه رهاناتنا الرئيسية. لكن بالتأكيد العالم أصبح يسمع ما يحصل في إيران. الإرادة المدنية الحرة للشعب الإيراني الحضاري التواق لأن يصبح جزء من هذا المجتمع المدني في العالم ويتمتع بذات الحقوق بالتأكيد رسالة كذلك لمن غفلت عنه هذه المسألة، لمن اختلطت عليه الأوراق في اليمن في الداخل من بعض أبناء شعبنا، أنه إذا كان هذا الموقف في الداخل الإيراني فماذا سيقدم لنا الحوثي في اليمن؟ في شعب اليمنيين اعتادوا على التعايش، ليس لدينا في اليمن مطلقا مشكلة طائفية، لم نعرف أنفسنا ولم نقدم أنفسنا على أساس أي تقسيم طائفي. الحوثيين بأجندتهم وشعاراتهم الخمينية هم من جلبوا لنا هذا الخطاب الكراهية الذي يحاول أن يؤسس لخطر يعني ما يتم تدريسه لأطفالنا اليوم، لن نعاني منه كيمنيين فقط حتى وإن انتهت الحرب، ولكنها قنبلة موقوتة لليمن وللإقليم وللعالم ما يحدث. لذلك نحن نقول أنه على العالم هناك مصلحة استراتيجية للإقليم وللعالم بضرورة إنهاء هذا الانقلاب واستعادة الدول اليمنية حتى تصبح فاعلة في إطار جوارها العربي والإسلامي وكذلك في تفاعلها الدولي. قبل 62 الحوثي يحلم بأن يعود. إشكاليتنا مع الحوثي ليست إشكالية لها علاقة بتقاسم أو بالشراكة في السلطة والثروة في اليمن، وهذه مسألة اليمنيين في 2012 قرروا بأن يجتمعوا ويوحدوا كلمتهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واجتمعت كل أطراف الطيف السياسي في اليمن بما فيها جماعة الحوثي، وكانوا جزء من حوار سياسي واسع اشترك فيه كل اليمنيين وناقشنا كل القضايا، وكان الحوثيين ممثلين بأكبر من ثقلهم ووزنهم السياسي، لكن كانت هناك إرادة سياسية في حينها وكان في هناك رغبة مجتمعية بأن يقفل اليمنيين صراعاتهم الذي يستخدموها في السلاح وأن يتحاوروا. فأتى الحوثيين وذهبت القوى السياسية إليهم إلى صعدة ودعوا وشاركوا في الحوار وتوافقوا لفظيا معنا في كل مخرجات الحوار الوطني التي كان ستدخل اليمن في مرحلة جديدة، ثم انقلبوا على هذا الإجماع رغم أنهم كانوا جزء منه شريك رئيسي فيه، انقلبوا على هذا الإجماع. وأنا شخصيا اختطفت من قبل ميليشيا الحوثي وأنا أسلم مسودة الدستور لقيادة الدولة في حينها حتى نبدأ مرحلة جديدة من الاستفتاء على الدستور والدخول في مرحلة سياسية جديدة. فالحوثيين كانوا دائما يعني باطنيين في موقفهم، يعني يتوافقوا معنا على أشياء وكانوا ينفذوا أجندات أخرى لأنهم يعتقدوا بأنهم جماعة مصطفى، لأنه عقيدتهم السياسية، ويكفي أن تستمعوا إلى محاضرات يعني مؤسس الحركة أو رئيس أو عبد الملك الحوثي، يعني يطلقوا عليه صفات كثيرة، أحدها والحسين يسمون القرآن الناطق، وبالتالي ما يقولوه هو ليس حديث بشر، هو تعبير وتمثيل للإرادة الإلهية، ولديهم قناعة بأنهم أصحاب الحق المطلق في حكم اليمن، وهذا أمر لا يمكن لليمنيين أن يقبلوا فيه. في كل حوارات الرئيسية كانت إشكاليتنا الرئيسية مع جماعة الحوثي هو أننا يجب أن نتوافق جميعا على مبدأ دستوري بسيط، أن اليمنيين كلهم سواسية حق شركاء في كل شيء ولديهم ذات الحقوق وذات ابحثوا واعملوا فقط طبيعة التعيينات الأخيرة التي أصدرتها الجماعة خلال السبع سنوات الماضية، سيشي ذلك بطبيعة المشروع الحوثي وما يراد لليمن أن يكون. لذلك هذه المسألة التي يعني تمثل إشكالية. نحن طبعا اليمن بشراكة حقيقية كاملة مع أشقائنا في التحالف العربي، التحالف العربي أتى لليمن بناء على دعوة من القيادة الشرعية في اليمن لمجابهة مشروع يستهدف المنطقة كلها، اليمن فيه ساحة رمي، وفي إطار هذا الأمر نحن يعني
نحدد مناطق تواجد قوات التحالف ونتعاون في هذا الأمر، وهو في إطار من التنسيق الكامل بين قيادة التحالف العربي وقيادة الشرعية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.